الفيلم انا اللي هضر عليه بزاف هو انت، لانه تفرجي الفيلم وشتي الفيلم. انا اللي عجبني في الفيلم هو فيلم مغربي 100% ومشاركين فيه التقنيين مغاربه على راسهم مولاي يوسف العلوي، وكذلك فيه الممثلين المغاربه اللي حتى من اخترناهم من الممثلين الزوينين في المغرب، وهذا هو الجميل في الفيلم. وفي الحق انا فرحان بهذه التجربه هذه، لانه هو باش الجمهور المغربي يحاول يتقرب للممثل المغربي والفنان المغربي، ويحاول يمشي بكثافه للقاعة السينمائيه باش يشوف الفيلم المغربي فين وصلوا. وتنتمنى من الجمهور المغربي باش لو 28 مارس ان شاء الله راه عندنا الفيلم غادي يخرج جميع القاعات، وتنقول للجمهور المغربي باش يشجع السينما المغربيه ويشوف فيلم ما كاين شي فيلم مغربي يمشي يشوفو. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم، اجي تشوفوا الفيلم ديالكم ديال الفنانة المغاربة اللي كتبغيو، وجي تشوفوا واحد الفيلم اللي هو من مراكش حتى لتطوان، والطريق ماشي لوتروت على الطريق الرئيسية، وتشوفوا الديكورات المغرب وتشوفوا تقاليد المغرب. وتبارك الله عليكم.